لكن انا بحب دايما الجديد، ان دايما يبقى في فكره جديده، انت عملت حاجه ما اتعملتش قبل كده. مش هو يعني مش عايز يعني ايه، مش عايز اقول نرجع لورا، لا انا عايز ان يبقى بتطلع حد جديد. مستر محمود اصوتي مثلا لما يعني لما دخل واحد في الدوري مدرب، الناس بعد كده بقوا مبسوطين. فانت لما تدخل مدير فني ما مسكش قبل كده، ممكن تبقى حاجه جديده وعنده رغبه وعايز ينجح وعايز عنده طموح وعايز يجيب لعيبه مختلفه وعايز يعمل شغل مختلف، ممكن ينجح. يبقى انت كسبت حد منتخب مصر تاني، يعني مع كابتن حسن شحاته، يعني معايا يعني جنب كابتن حسن ما نجح، مع كابتن حسام البدري، مع وهكذا. ممكن كابتن ايهاب جلال انا شايف مدرب محترم، كابتن حسام حسن حاجه محترمه جدا. عندنا والله مدربين كتير كويسين. كابتن حسن طبعا خلاص بقى هو عنده ميزه مهمه جدا، ان هو نجح قبل كده وعارف ان هو ينجح ازاي، اللعيبه بيجيبها بشكلها ازاي في الملعب، اللي نجحوه قبل كده مش هم اللعيبه، لكن اكيد عنده الطريقه اللي اختار بيها، اكيد عنده الطريقه اللي نجحته قبل كده في كام بطوله امم. فخلاص انا عارف طريق النجاح، فاكيد هتبقى سهل بالنسبه لي. كابتن حسن طبعا مدرب كبير وحاجه محترمه جدا. كابتن حسام البدري برده، كابتن حسام البدري عنده مميزات، نجح مع النادي الاهلي ازاي، شخصيه. ممكن ناس في ناس كتيره مش متفقه مع كابتن حسام، لكن انا بقول لك كابتن حسام مدرب محترم وشخصيه جميله جدا. فكل واحد عنده ميزه، انت بقى كمسؤول بتختار. لا حسام عنده طبعا اولا عنده خبرات كبيره جدا، لعب منتخب مصر، عارف اهميه المنتخب ايه، يقدر في طبعا عنده جزء مهم جدا ان هو ازاي بيعرف يطلع جوه من كل لعيب، يطلع منه احسن حاجه، دي نقطه مهمه جدا. بيشتغل كويس، بيعمل ضربات ثابته كويس، بيشتغل في الملعب كويس، عينيه كويسه، يعرف يختار لعيبه، عنده بقى لعيبه كتيره جدا يعرف يختار منهم من منتخب مصر. طبعا اللعيبه المحترفه دلوقتي بقت عندنا لعيبه ما شاء الله، مع اللعيبه اللي هنا في الدوري. لا طبعا عنده ميزه، كابتن ايهاب جلال بيحب بيلعب كوره وعنده فكر مختلف تماما ونجح في كل حته بيروحها. مدرب انا بحبه جدا وبستمتع بيه. فعندك عندك مدربين كل واحد عنده ميزه، فليه ما تستغلش المميزات اللي عند كل مدرب وان هو يكون موجود. لا انا شايف ان هي فكره ومحتاجه جراءه ومحتاجه، لازم يبقى عندك ده، انت كمان كمسؤول لازم يبقى عندك حته الجراه ان انت ما تبقاش خايف، ما تبقاش قلقان من السوشيال ميديا ان هي بتمشي هي اللي بتحط مدربين. لا انت قرارك ايه، انت شايف ايه، انت شايف الراجل مؤهل لده، يصلح ده، اشتغل في الاماكن اللي اشتغل فيها، عمل ايه معاهم، باقل امكانيات بيعمل شغل عامل ازاي، ده بيعمل. طب ما تخيل لو خد امكانيات كبيره يبقى اكيد اكيد يبقى النجاح يبقى مضمون اكتر، يبقى مضمون اكتر مع ان هو بيشتغل كويس. اكيد مدربين محترمين يقدروا ان هو لو اشتغلوا ان شاء الله يبقوا يعني يقدروا يفيدوا البلد كويس. بعدين على فكره كويس ان يبقى عندك اكتر من واحد، دي حاجه كويسه ان انت بتختار من اكتر من، يعني مش بتبقاش محصوره بين واحد واثنين. لا زي انت كمدير فني يبقى عندك لعيبه كلها جامده، ما بقاش معروف ان بس عندي واحد واثنين ثلاثه هم دول اللي موجودين، الباقي اخبارهم ايه. لا احنا عايزين نطلع مدربين، وفي فكره في مدربين كتيره انا بحب جدا، اسامه نبيه على فكره مدرب محترم جايه تشوفوه، مؤمن سليمان كان مدرب محترم جدا. في مدربين، كابتن احمد سامي اللي كان في طلع كان مدرب محترم، في حتى الناس اللي صغيرين طالعين كويسين مع الخبرات اللي موجوده. ما نقدرش نقول الخبرات، كابتن طلعت يوسف حاجه جميله، خبراته ومدرب محترم وجميل ومثقف وحاجه حب تتبسط تتفرج عليه. كابتن حلمي طولان مدرب من المدربين المحترمه جدا اللي انا اتعلمت منه كتير واشتغلت معاه واستفدت منه كتير. كابتن طارق العشري مدرب محترم، يعني عندك مدربين محترم. عماد كابتن طبعا عماد النحاس حاجه جميله وعمل شغل مع نادي المقاولين. فكره ان انت الاوحد دي بطلت، مفيش حاجه اسمها كده، كل الناس بتشتغل وكل الناس عايزه تبقى كويسه، كل حاجه جميله.